ابراهيم. القهوه يا دكتور نادر. ايه ده؟ انت اللي جايبه القهوه بنفسك يا رجاء؟ هو انا عندي اغلى ولا اعز منك؟ لا بس الكلام ده ليه معنى كبير قوي بقى. ايه هو بقى؟ معناه يا ستي ان رجوقه حبيبتي اختي الجميله سامحتني ومش زعلانه مني. يا حبيبي هو انا عندي اعز ولا اغلى منك؟ انت اخويا وحبيبي وكل حاجه ليا في الدنيا. يا نادر انت مش متخيل انا فرحانه قد ايه. انت رجعت ليا ولشغلك ولبيتك وللحياه كلها. انا بس يا حبيبي اللي خايفه تكون زعلان مني. يا ريت يا حبيبي كانت ايدي اتقطعت ولا اتمدت عليك. رجاء بعد الشر على ايدك. وعلى فكره بقى الألم اللي أنا أخدته ده كان مهم جدا بالنسبة لي، بس إياكي تستحليها. لا. مساء الخير. سارة. لو ما نطقتيش يا ولية أنت أنا هحبس المنطقة باللي فيها، وهقفلها لكم برضه لغاية ما أوصلها. يا سعادة الباشا والله ما أعرف حاجة، وبعدين أنت ماسك في قفايا أنا بالتحديد ليه؟ ما المنطقة كلها قدامك إيه ولا عشان ست غلبانة ومنكسرة يعني؟ يا سعادة الباشا، الأخت جمالات أخت فاضلة ولا النار منها سوء، إيه حكايتها مع الشرطة؟ مالكش أنت دعوة يا عم الشيخ. بنت كوريا فين؟ مين نجت ايه؟ اهي بنت كوريا. واد يا شوكة اخس عليك يا والا بقى تاخد كوريا يا واد وتسيب امك. حقك عليا يا ام، حقك عليا. مرة جاي اخدك معايا انت وقال الحارة وعلاء باشا كمان. اريا يا ام شوكة استقطروا علينا نقعد مع النجم يوم واحد ولا ايه؟ ما كل يوم قاعد معاك وبيغني لي كل ليلة. اه يا ام شوكة تعالي تعالي. انا باشا؟ بنت هايدي فين؟ هايتي؟ هايتي ده يا باش ده نقل باندا ولا ايه؟ تتستهبلي يا بت؟ جمالات فين؟ اه جمالات ونبي ما اعرف يا باشا بكلمها من الساعة 8 كده وهي ما بتردش. ده انا حتى فكرتها خرجت معاك. ما هي ما كانتش بتكلم مع حد الا سيادتك. لو ما كانتش معاك يعني تبقى فوق. مفيش حد فوق غير الست المجنونة اللي عمالة تصوت دي. سدس سبتيها لوحديها؟ قلت لك ما تسيبهاش لوحديها، ممكن تحط ايديها في الغساله وتتكهرب. يو يو وانا اعمل ايه برضه يا خال؟ ما انا برضك لازم اخرج افك عن نفسي شويه. وانا يعني ايه؟ كنت وليه تبرئه؟ بنت انت انا هوديكي في 60 داهيه، انت كنت متستره على واحده هربانه. نهار اسود هربانه ونبي ما اعرف يا باشا. انا كل اللي اعرفه انها بنت محترمه وبنت ناس. هي يكشف بس يعني متخانقه مع جوزها شويه، عشان كده احنا مكمرينها عندنا لحد ما يستلحوا. ولو كنت يعني قايله في الحاره انها قريبتي ده عشان محدش يضايقها يعني وكده. انت عارف يبقى تيجي معايا الحبسه بقى لغايه ما تفتكري هي فين وتجيبها لي من تحت الارض. طب صلي على النبي يا باشا، صلي على النبي بس كده. اسمع هقولك. بص بقى يا باشا، لو انت شايف ان انا متستره عليها يبقى احنا الاثنين بقى كنا متسطرين مع بعض. ليه بقى؟ اظن الحركه كلها شاهده. ده انت كنت خارج داخل من عنديها ولا مؤاخذه في بينكم سر؟ هي كانت بتتكلم مع حد اللي معاك. لا ده انت تيجي معايا الحبس من دلوقتي. صل على النبي يا باشا، صل على النبي. كوريا ما تقصدش يعني بتفضفض بكلمتين امال في ايه؟ ما انت بقى يا اللي مستهبل لي فيها وعامل لي فيها عبيط. كوريا لو ما جيتش من نفسك كده وقلت لي هي فين انا هحبسكم كلكم وبخليها بقى تنفعك. انا مالي يا باشا، انا السواق وخلاص. اتلم بقى اتلم على طريقك. لا اله الا الله. ولا يعني ولا يسوق ولا هي البت جمالات نصابه وحراميه وسوابق. انت هتوديني بدي انا اعرف؟ ارفع ايدك فوق يام، امشي قدام، ارفع ايدك امشي. ولا امشي. ساره انت مجنونه صح؟ شكلك بقى بني ادم. وانا كان شكلي ايه قبل كده؟ مكنش حاجه خالص. بس على فكره لياقتك النفسيه عاليه، تعرف تتحول 180 درجه في مفيش. تقدري تقولي كده انا كنت واخد اجازه من نفسي ورجعت؟ بس احنا ما اتفقناش على كده. اتفقنا على ايه؟ اتفقنا ان احنا هنبعد بس هنسيب لبعض حاجات كويسه. وانت ما سبتليش اي حاجه. ولا انت؟ انت اللي اختفيت. انت عايزه ايه دلوقتي؟ عاوزاني يا نادر. طب ما انت مع نفسك. انا مش هنا يا نادر خالص. انا كمان محتاجه اخلص الاجازه بتاعتي وارجع بني ادمه طبيعيه. محتاجه ارجع لنفسي. بس انا مشواري اطول منك بكتير. ساره انت عايزه تتعالجي بجد؟ بس خايفه. خايفه اعمل ده انا لوحدي. انت مش لوحدك، انا جنبك وهفضل جنبك وهاخدك من ايدك واوصلك لحد نفسك وهتشوفي نفسك اجمل بكتير من دلوقتي. مش هتسيبني وتمشي زي المره اللي فاتت؟ انا ما سبتكيش، انا استنيتك وانت جيتي. وصار اننا مش هنتجوز. تبقى زوج ما بيحصلش كتير على فكره. روحي جهزي شنطتك
اتصلي باهلك وشوفي هتقولي لهم انت هتقعدي فين، وانا هعدي عليك في البيت بكره الصبح. انت عارف هتوحشني قوي الايام اللي كنت شبهي فيها. وانت عارفه هتوحشيني جدا لحد ما تبقي شبهي زي ما انا دلوقتي. لا 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 لا، احكيلي بقى الوش ده، ده انا واخدالك اجازه يومين وقاعدين في وش بعض. احكيلي بقى ايه اللي مضايقك؟ فضفضي وخرجي اللي جواكي. سرك في بير ما تقلقيش، احكي. علاء صعبان عليا. علاء مين؟ الظابط؟ بهدلته معايا، سبته لحد ما حبني، وبعدين حطيته في اصعب موقف، خليته يختار ما بين حبه وشغله، ولما اختار شغله زعلت منه. فكري في نفسك دلوقتي وهتطلعي من اللي انت فيه ازاي، وهو لو بيحبك هيستناكي. خدي غيري هدومك كده وريحي نفسك، انت شكلك تعبان قوي. مكسوفه مني اودي وشي الناحيه الثانيه عشان تغيري؟ لا مش مكسوفه، مستغربه. ايه اللي يخليكي تستقبليني في بيتك مع انك عارفه ان وجودي عندك خطر عليكي؟ والله انا نفسي معرفش، يمكن عشان انتي من ناحيه سوكا. اذا كان سوكا نفسه مش موافق وكان نفسه انك تقولي لا. بس بصراحه لما كوريا حكيت لي حكايتك صعبتي عليا، وعرفت قد ايه انتي مظلومه، وبعدين قلت مش هبقى انا والدنيا عليكي. بجد الواحد بينتشف معادن الناس وقت الشده. قد ايه كان في ناس قريبين مني وباعوني من غير اي سبب، في ناس معرفهمش وقفوا جنبي. يعني انتي كوريا وشكري وسوكا وقفتوا جنبي بدون اي تمن، مع انك ممكن تسيبوني في الشارع او يتقبض عليا عادي. ياما هتقابلي ناس يا هايدي، المهم اللي اشتروكي اوعي تفرطي فيهم، لان مفيش عيب اكتر من انك تبقي محتاجه حد ويبيعك. بقولك يا نوال، كنت عاوز اتكلم معاكي في موضوع كده. اسمي ست ناني. ماشي يا ست ناني، كنت عاوز اتكلم معاكي في موضوع يا ست ناني. ما عنديش وقت. استني بس، استني بس، لسه زعلانه مني. ما يحكمش. نسيتي كبدكي، كبده وسوق. بقول لك ايه؟ نسيتي كل ده؟ بصي انا هقابلك بكره قدام المحل الصبح وافطنك على كل حاجه، ماشي؟ افكر. فكري. فكري. والله وحشتني الشلدومه قوي. طيب حضرتك ممكن تملي الاستماره دي على ما نجهز اوضه الكشف؟ اتفضلي. انا بعمل حاجه صح مش كده؟ اكتر حاجه صح عملتيها في حياتك غير انك عرفتيني طبعا. عمر ما حد فضل معايا لحد الاخر يا نادر، في اي حاجه بعملها هتفضل معايا لحد الاخر. ساره انت لسه عمرك طويل ان شاء الله، ولما تبقي ساره تانية غير ساره اللي انا عرفتها قبل كده هتعرفي حاجات كتير قوي عن الناس. الناس مرايه ساره، بتعكس انت شايفه نفسك ازاي. ساره انا عندي ثقه كبير جدا فيكي ومراهن نفسي عليكي، وعارف انك هتبقي جامده وهتعدي المرحله دي. ما تخافيش من اي حاجه، انا جنبك للاخر. هاتي الورق وتفضلي معايا. خلاص يا نادر خليك انت وانا هكمل. خلي اسراري الطبيه بتاعتي انا لحد ما يبقاش في اسرار خالص، ساعتها احكي لك كل حاجه يا نادر. طب خليني اجي اقف معاكي. لا امشي انت وروح شوف شغلك وحياتك، وانا اول ما اعرف النظام هنا هكلمك ابلغك.
ونشوف يحددوا لنا ميعاد تيجي تزورني فيه. سارة خلي بالك من نفسك وخليكي جامدة، كل حاجة هتعدي إن شاء الله. يلا خلاص بقى نوال، كبدك غلط وبيصلح بقى عشان محبتك. تقولي هقول لجوزك على لوح السرير المكسور والحسنات اللي في جسمك والسيئات ليه؟ واحده جايبها من الشارع يا بنت. بهزر يعني؟ انا هقول له ادي راسك ابوسها لو زعلت؟ اوعى كده. ما خلاص بقى نوال، ما انت عارف ان كوريا كانت عامله لي مشاكل، بس انا خلاص سبتها، ما فاضليش غير نونا. وهب لنا بقى وبريالة وهصدقك. انت ديلك عمره ما يتعدل يا كبداكي، ده انا حافظاك. انت بس مش لايدة عليك شغلانتك العرة في المحل والخدمة على الزباين، وعايز تاخدني سكة. تصدقي عيب عليكي، مش انا نوال، انا راجل، مش انا اللي اكبر من سكة حر. وكمان الموضوع اختلف، انت ما بقيتيش متجوزة وانا ما بقيتش خاطب، يعني احنا لبعضينا. هو الموضوع فعلا يا اخويا اختلف، والرجالة بقت حواليا زي الرز كده ويتمنوا لي الرضا ارضى. طب وهيمة؟ هيمة السجق كبده الحمامه نوال، انت بقى عشان ارضى عليك تبين لي كرامه رقبتي. طاعون واقف لي زي السلمه المكسوره في الطلعه والنزله، فبعدوا عني عشان اللي عايز اجرب اذاه ولا ليا شو ادوقوا اذيتي. هو انا المفروض اسيب فلوس هنا ولا بعمل ايه؟ الدكتور نادر اول ما حضرتك دخلتي دفع لنا مبلغ كبير من تحت الحساب، وكمان طلع فوق وحجز لحضرتك الاوضه اللي على الجنينه عشان قال ان حضرتك بتحبي الخضره قوي. وساب لنا رقم تليفونه عشان لو احتاجنا اي حاجه نتصل بيه. تمام. طيب ممكن حد يوريني اوضتي؟ يا نهارك اسود يا شكري، امبارح بالليل كل ده حصل وما تقوليش؟ فين في السيده زينب؟ انت ازاي تتصرف من غير ما تقولي؟ ده انا هخرب بيتك. اسمع انت جيني دلوقتي حالا. ها في يا عمي؟ هايد يا سيدي، الواد الظابط اللي في الحته دي حكيت له على كل القصه وميطاردها. يا نهار اسود، هي بنتك اتجننت ولا ايه؟ قلبها يا سيدي. قلبها؟ هو قلبها ده متركب ايه؟ شمال؟ ما انا مرمي قدامها وهو ما حبتنيش ليه؟ حبك انت ايه وانت بتحبك حتى في بورصه؟ وايه اللي فيها يعني؟ الو، هاي نادر. هايد يا سيدي، حكت الحكايه كلها لواحد ظابط في الحاره. وهربت، فانت لازم تيجي فورا عشان نقعد ونتكلم ونشوف هنتصرف ازاي في المصيبه دي. اعمل معروف. ف صباح الخير يا ابو طالب بيه، ولا تحب اقول لك حياك الله يا شيخ؟